مشاهدينا الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ياسر عبد الستار. إليك ياسر. شكرا لك هبة، شكرا لك فاطمة، وأهلا بحضرتكم إلى هذه الطائفة من الأنباء الاقتصادية. تواصل الحكومة جهودها لزيادة الفرص الاستثمارية في مصر ودعم القطاع الخاص، وإلى ذلك عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد اجتماعا مع وزيرة التجارة الإسبانية زيانا مينديز، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تركز على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن كل هذه الاستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له الدور أكبر في الاقتصاد المصري. من جانبها أكدت وزيرة التجارة الإسبانية أن بلادها تثمن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، مشيرة إلى أن إسبانيا تثق في نجاح المؤتمر وأنه سيخرج بالنتائج الإيجابية المرجوة. في أسواق المعادن النفيسة انخفض سعر الذهب عالميا في العقود الفورية بنسبة 8% لتسجل الأوقية سعر $1,697.20 محليا، سجل عيار 18,917 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1070 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 1223 جنيه للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8,560 جنيها. قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط قد تسمح للتحالف بالتدخل في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة. واتفق تحالف أوبك بلس الذي يضم 13 دولة بالإضافة إلى 11 من حلفائها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وهو ما قالت السعودية إنه أمر ضروري ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. انتهت الأخبار الاقتصادية.